من أفضل الثلاثة مراتب. هذه الرومانية وهي تعتبر من بطلات هذا الجهاز، توقفت لفترة ثم عادت دي جي عرضة التغلب. كاتالينا بونور من رومانيا كانت أولى متأهلة لهذا الجهاز 15250 يوم قبل أمس. الذي يفرق في أداء اللاعبة حركات التوازن، الصعوبات التي تؤديها، وهنا لفتين على المحور الأمامي. هنالك أيضا يوجد درجات إضافية تسمى حركات الرف، تأخذ فيها اللاعبة من 10 إلى 20 إضافة لدرجاتها، ونرى الانسيابية العالية والتمكن في أداء هذه اللاعبة. أونور صاحبة نتائج جيدة جدا عالية. نعم، على هذا الجهاز. وهنا متطلب فتح بولي 180، وأيضا يوجد ربط بين القفتين، هنا تحذير للخروج من الجهاز. أداء رائع، يبدو أنها مؤهلة لل المراكز. نعم، المراكز الأولى. كاتالينا بونور من رومانيا، لاعبة مخضرمة حتى على مستوى طول القامة كابتن خيرية، يعني طويلة نوعا ما مثل ما ذكرت، ولكن عندها التقنية في الأداء. يمكن هذا من الأخطاء، أكثر خطأ قامت به اللاعبة. نعم، اللي هو محاولة الاتزان على الجهاز. تناسق حركي رائع جدا، وديناميكية الأداء أيضا تأخذ عليها درجة إضافية، ليست درجة عذرا، عشر على هذه الديناميكية والتناسق والتناغم على الجهاز. حتى للمشاهد نرى في متعة عند مشاهدة هذا الأداء الذي يحمل الصعوبة والإتقان والسلاسة والإيقاع في الأداء الحركي. هذا إذن الخروج. نعم، النتيجة إلى حد الآن لازلنا ننتظرها. كاتالينا بونور من رومانيا، وسنذهب إلى طاولة القفز الرجال، وهذا الذي أمامنا هو الصيني دو وي. دو وي تأهل أول بنتيجة 16-125، حتى هو فارق مع الأرميني أرتيور. نعم، اتوقع راح يفجر مفاجاه، لانه هو طبعا مش مفاجاه انه اول، لكن حاليا في بطوله الاجهزه حاليا اعتقد انه راح يفرق، راح ياخذ الميداليه الذهبيه. صعوبه ذات او حركه ذات صعوبه عاليه، قيمتها الاساسيه 7 درجات، يعني اتوقع كما عملها نفس الحركه اللي عملها في البطوله التاهيليه، اخذ عليها 16-00. نعم نعم، لكن الأكثر صعوبة هي الثانية يبدو كابتن. لا، هي نفس الصعوبة، هي نفس الصعوبة. نعم، بايك عفوا، هو تكور يعني أو مكورة. نشوف الثانية عملها شوي فيها تكور أو ثني في الركب، الأولى كانت زاوية والأخرى طبعا هنا في حسن في الأداء، لو نلاحظ هنا كانت زاوية والأخرى يغير. ثني في الركب. نعم، طبعا ما في حركة في الجمباز، يعني يجب أن تكون يا مكورة يا مستقيمة. نعم، لكن الدمج بين الحركتين أو الوضعين غير مسموح، أو ما في حركة بالوضعية هذه، يجب أن تكون زاوية أو مكورة أو مستقيمة. هذه إذن بونور 15-300، بونور إذن في المركز الأول 15-300، وتتفوق على الأسترالية أشلي.
بفارق كبير كابتن خيرية. نعم. 14-325 لأشلي و 15-300 لبونور. تفرق كثير. نعم. بونور. نعم. هنالك كانت البونس أو مثل ما قلت حركات الربط الثلاثة. نعم. عدم السقوط. أيضا الفنش كان من الصعوبات، كانت تحمل جملتها العديد من. نعم. الصعوبات. القفزه اذا لدوي 15-825 كابتن محمد، افضل نتيجه الى حد الان، ولكن كان في لو لاحظت الحسم كان كبير شويه بالنسبه للحركه المحاوله الثانيه. نعم نعم، هنا كما زي ما متوقع انه لا يجب ان تكون من مجموعه اخرى، وهنا الاماميه قفزه اماميه للامام، دورتين حول المحور للجسم طبعا. اذا مؤهل دوي ان يكون هو صاحب الميدالية الذهبية. نعم. 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 دوي اذا عادة في المستوى البطولات العالية زي ما احنا شايفين في اليوم في هذه البطولة الاخطاء قليلة في طاولة القفز، لأن الأبطال كلهم متمكنين من هذا الجهاز، حركاتهم ذات صعوبة عالية، فالأخطاء قليلة جدا. نعم. إلا لما يكون هناك عدم توفيق كما حصل مع اللاعب العراقي خروج عن 16.200 المحاولة الثانية، والمعدل هو 16.12. يبقى دو وي صاحب المركز الأول إلى حد الآن، هو الذي يتصدر هذه المحاولة.